دنيا بخير. مصر مش بس مهد الحضارة، مصر هي أول العبارة. مصر جت في البداية وبعدها جه التاريخ بالسنين. مصر اللي عاش فيها يوسف واندفن فيها الحسين. مصر بلاد موسى ونجاة عيسى ومقام الأكرمين. مصر هاجر وابنها ومارية وأم المؤمنين. مصر زينب ونفيسة وأهل البيت الطاهرين. مصر اللي قال عنها يوسف بالسلام ادخلوها آمنين. مصر هي أم الدنيا محروسة بقدرة رب العالمين. مفاتيح النصر هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. انتصارنا في حرب أكتوبر ما جاش بالسهل، ولكن أكيد كان في مفاتيح للنصر. نعم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، انتصار مصر بفضل الله عز وجل في أكتوبر 73 كان نموذج للإرادة المصرية والعزيمة المصرية والإيمان بالله رب العالمين ثم الإيمان بالنفس. تجسد ذلك في النداء والنشيد الذي كان على ألسنة الجميع، الله أكبر الله أكبر، كان يزلزل الدنيا كلها. صحيح. معلنا ومبينا هوية المصري مسلما كان أو غير مسلم. الله أكبر كان النشيد العظيم اللي بيّن ما الذي في قلب كل مصري تجاه رب العالمين. الله أكبر يبين قد إيه المصري ليس أمامه مستحيل. الله أكبر هو نشيد الجميع في مطلع الفجر في المساء، في الظهر في العصر في العشاء، نقرب الأرض للسماء مرددين أحلى نداء، الله أكبر الله أكبر. أحلى نشيد في يوم عيد، الله أكبر الله أكبر. أول صوت لدى الوليد، الله أكبر الله أكبر. بدء الصلاة نور الوجود، الله أكبر الله أكبر. عند الركوع عند السجود، الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أول تكليف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بأن ينذر الناس وأن يدعو الناس أن يكبر ربه، قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يعني قم أنذر الناس، قل قم علم الناس، قم ادعو الناس، قم عرف الناس بالطريق إلى رب الناس، وكبر ربك في قلبك، كبره بلسانك، كبره في قلبك، فلا أكبر من الله تبارك وتعالى. ثم أمره أن يردد ذلك كثيرا في نفسه ويظهر ذلك على سلوكه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، قال: لقد فتحت لها أبواب الجنة، فتحت لها أبواب السماء. تلاحظي حضرتك إن في عبارات قتلها الإلف من كتر ما إيه، من كتر ما احنا بنقولها ومش أيوة بالظبط مش مستشعرين معناها. الله ينور عليك. عدو النعمة الإلف. صحيح. وعدو القيم الإلف. وعدو الجمل التي تحول مسارات الحياة الإلف. اعتادت الأذن على سماع الله أكبر، فمن كثرة اعتيادها فقدت معناها. عارفة حضرتك ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نردد ونسمع في اليوم الواحد التكبير كم مرة؟ في الأذان فقط والإقامة 50 مرة. لأن احنا لما بنأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونختم الأذان مرتين، يعني احنا في الأذان بنقول 6 مرات الله أكبر، وفي الإقامة بنقول الله أكبر 4 مرات، يعني الأذان 6 مرات والإقامة 4،
يعني في كل وقت صلاة بنكرر الله أكبر 10 مرات، 5 × 10 = 50 مرة بنقول الله أكبر، وعقب كل صلاة بنقول 33 مرة الله أكبر، بنكبر الله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة. كمان التكبير الباقيات الصالحات، قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف، في سورة مريم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الباقيات الصالحات، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باقيات الصالحات كمان من المعاني، معنى مهم جدا للباقيات الصالحات، كل ما يقدمه الإنسان من عمل صالح يبقى له يوم القيامة. فالصلاة باقيات صالحات، الصيام باقيات صالحات، الحج باقيات صالحات، بر الوالدين باقيات صالحات، جبر الخاطر باقيات صالحات، ذكر الله باقيات صالحات. فالتكبير من جعله الله شعار الإسلام، احنا بندخل الصلاة بالتكبير ونتنقل ما بين فروضها وأركانها بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر. وبعدين لما اجي اركع الله أكبر، ولما اجي انزل للسجود الله أكبر، اجي اقوم من السجود الله أكبر، هي تحريم الصلاة. فالتكبير كان شعار الجنود في 6 أكتوبر 1973، كان احد اسباب واهم عناصر النصر في هذا النصر العظيم اللي يثبت قد ايه المصري مسلم وغير مسلم يكبر ربه في قلبه، مسلم وغير مسلم كله في صوت واحد وفي لحظه واحده، كل طبعا هز الدنيا كلها وكتب تاريخ للكل، اعاد نظره العالم كله الى المصري، ان المصري ليس امامه مستحيل. احنا محتاجين الروح دي، صحيح، محتاجين روح اكتوبر تبقى موجودة فينا دلوقتي، محتاجين نعلمها لولادنا وللجيل اللي طبعا تبقى موجودة في بيوتنا، موجودة في مدارسنا، موجودة في جامعاتنا، موجودة في نفوسنا، لانه ما تتعرض له بلادنا الان لا يقل ضراوة عما كانت تتعرض له اثناء حرب 73. حروب جديدة قوي، حروب شائعات وحروب افقاد الثقة وحروب اكتئاب، حروب بشكل مختلف، حروب الجيل الخامس كارثية وقوية جدا، تكاد تكون أقوى من حروب السلاح، تكاد تكون أقوى من الحروب العسكرية. لأنه الحروب قديما كنت أنت عارف عدوك ومواجه عدوك وعدوه مش غدار، دلوقتي لا، أنت ما أنتش عارف عدوك، صحيح، وعدو غادر وده الأخطر طبعا، وذباب إلكتروني كارثية. فإحنا محتاجين روح أكتوبر التي تكبر الله عز وجل في القلب وتكبر الله باللسان وتكبر الله في السلوك. الله أكبر، الله أكبر لازم يسمعها العاصي عندما يهم بمعصية فيرجع عن معصيته، الله أكبر يسمعها الظالم عندما يهم بظلمه فيرجع عن هذا الظلم، الله أكبر، الله أكبر من كل هم، الله أكبر من كل غم، الله أكبر من كل شدة، الله أكبر من كل كرب، الله أكبر لو وقفت الدنيا كلها أمامك. كبر ربك، كبره بلسانك وكبره بقلبك وكبره بسلوكك، والله لا أكبر من الله كل همك يزول، صحيح، وكل كربك يزول وكل مصالحك تقضى وكل باب مغلق يفتحه الكبير الأكبر. وكل الكلام اللي حضرتك قلته ده لابد ان يكون داخله اليقين، ودي كانت سر ثاني من اسرار طبعا الحرب. طبعا اليقين بالله رب العالمين، واليقين 3 درجات. اليقين لما ربنا ذكره في القرآن الكريم ذكروا 3 درجات، وبين لنا قد ايه سيدنا ابراهيم كان في رحلة يقين، كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، دي نقطة مهمة جدا. ولذلك ربنا يقول عن غير المسلمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن أعظم أسباب نصرك على كل شيء اليقين،
من أعظم أسباب النصر في أكتوبر اليقين، يقين الجندي بالله رب العالمين، ثم يقين الجندي أنه لابد أن يحمي الأرض والعرض، واليقين ثلاث درجات نقولهم؟ نقولهم. أول درجة علم اليقين. طب نطلع فاصل ونقولهم بعد الفاصل. خليها بعد الفاصل. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت علي لأحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. ثلاث درجات لليقين. نعم صحيح. ما إيه؟ علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، والثلاثة مذكورين في القرآن الكريم. علم اليقين إخبار سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا بأن في الآخرة جنة، هذا علم يقين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بعثني يوم القيامة فرأيت الجنة بعيني، فده اسمه إيه؟ عين اليقين. أنعم الله عز وجل علي برحمته وفضله ومنه وكرمه وأدخلني الجنة، فده اسمه حق اليقين. بقول لحضرتك عندي في البيت عسل، ده علم يقين. حضرتك رأيت العسل بعينيك، يبقى عين اليقين. عين اليقين. اتفضلي حضرتك تزوقيه، أكلت من العسل، شربت من العسل، صار إيه؟ علم حق اليقين. فإحنا عندنا درجات اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فمن أعظم أسباب النصر إن أنا لما قلت الله أكبر، قلت الله أكبر بيقين، قلت الله أكبر وأنا قلبي مليان يقين بأنه لا أكبر من الله. وأنا ليس خطأ إن الله أكبر من كل شيء، مش غلط إن أنا الله إن أنا أقول الله أكبر من، على سبيل التوضيح يعني أقول الله أكبر من كل هم، الله أكبر من كل غم، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من عدوك، الله أكبر من ممن ظلمك. لكن أنا من وجهة نظري من ناحية العلمية واليقينية إنه المعنى الأدق لكلمة الله أكبر، الله أكبر من أن يقال أكبر من، لأنه ربنا لا يقاس بغيره. صحيح. خالص. يعني أنا لما أقول إيه فلان أكبر من فلان، يبقى فيه نسبة وتناسب بينهم، فيه تشابه. أقول ابني فلان أكبر من ابني فلان، ليه؟ فيه تشابه بينهم. فأنا لما أقول الله أكبر من الدنيا، هل فيه تشابه؟ مستحيل. ده أنا لو صح. قلت السيف أمضى من العصا، السيف يزعل مني. يعني تخيل حضرتك قلت إيه، هذا السيف العظيم يقطع أكثر من هذه العصا، لو نطق السيف يقول لي يا راجل عيب عليك، إيه اللي جاب السيف للعصا؟ ده فجوة كبيرة جدا. ولله حضرتك. المثل الأعلى. صحيح. ونعم هو بالله. فالمعنى الأدق إن أنا أقول الله أكبر من أن يقال أكبر من، ده أكبر من أن تقول أكبر من الدنيا، أكبر من أن تقول أكبر من الظالم، هو أكبر من كل شيء، أكبر من أن يقاس بغيره. الله لا يخضع بالمقياس ولا يشبه بالناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التكبير تلاحظي انه حاضر دائما في حياتنا، حاضر في كل لحظة، حاضر حتى في مناسباتنا، حاضر حتى في فرحنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل، يعني رجع من سفر او غزو او حج او عمرة، كلما صعد مرتفعا كبر. اقول لحضرتك سنة عظيمة جدا، سنة مهجورة، يلا نطبقها، يلا نعتبرها واجب عملي. ايه السنة دي؟ سنة حلوة قوي، وهتلاقيها بسيطة قوي جدا وروعة وحلوة حلاوة. ولما الواحد فينا بيبقى حاضرة امام عينيه بيبقى لها طعم هايل قوي. ايه بقى؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد كبر واذا نزل سبح. يعني سيدنا النبي طالع جبل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وصل لقمة الجبل ونزل الناحية التانية، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنا طالع كبري بالعربية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نازل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنا طالع في الأسانسير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنا نازل بالأسانسير، سبحان الله سبحان الله، طالع بقى سلالم نازل سلالم أي حاجة. هو ده بقى ليه سيدنا النبي في الارتفاع يكبر وفي النزول يسبح؟
العلماء وعلى رأسهم ابن حجر العسقلاني قال حاجة حلوة قوي. قال أصل العلو يدعو إلى علو النفس، وأنا طالع كده طلوع يدعوني إلى الرؤية النفس. فلما بقول الله أكبر بذكر نفسي، اوعى تظن نفسك كبيرة، ما تشوفش نفسك قوي. أيوة كده، ولا رؤية نفس ولا عجب، الله أكبر فتعمل إيه؟ تخضع. دي نقطة. طب وأنا نازل، النزول فيه ضيق، وأكثر حاجة تفرج الضيق التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سنة حلوة قوي. صحيح، حلوة قوي. وعشان ولسه بقول لحضرتك من كتر الكلام اللي قلته عنها، قلت لك تبقى بسيطة قوي، مش واخدة مننا أي حاجة خالص. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، وإحنا بنتكلم عن التسبيح وإنه هو مفتاح من مفاتيح الفرج، شوف كم حد ممكن يكون محتاجه في ضائقة حسب ظروفه بقى، اللي محتاج يجوز أولاده، اللي محتاج يعلم أولاده، اللي محتاج يأكل أولاده، اللي محتاج يستر أولاده عن طريق لبس أو عن طريق سقف أو عن طريق غطا، هي كلها داخلة في الستر. وهتلاقي كل الاهتمامات بتاعت الأشخاص هي خاصة بأولادهم أكتر ما هي تبقى خاصة منهم. كم حد فيهم ممكن يكون بيسبح وبيستغفر ربنا سبحانه وتعالى وبيدعي ربنا بين اللحظة والتانية أن يا رب الفرج من عندك؟ صحيح، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. الله، يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، فكأنه فيه ارتباط ما بين ملء القلب بالانشراح والرضا والتسبيح. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فكل ما تملأ قلبك بالتسبيح ربنا يملأ قلبك بالرضا ويملأ قلبك بالانشراح ويفرج الله عز وجل كربك. فمن أعظم أسباب تفريج الكربات التسبيح، من أعظم أسباب غفران الذنوب التسبيح. اللي سبح ربنا في اليوم 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 خطيئة واتزرعت له 100 نخلة في الجنة. فأنت لما بتسبح ربنا بيفرج كربك، وأنت لما تفرج كرب حد ربنا يفرج كربك دنيا وآخرة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجميل لما تلاقي حد ربنا يختاره أن يفرج الكربات، فتلاقي جمعية البر والتقوى هي كل شغلها كده، يدور على توصيلة مية يعملها، محطة تحلية يعملها، تزويج فقراء يزوج، قضاء مصالح ناس يقضي، سداد ديون يسد الدين، قوافل الخير يعملها، البطاطين الله، حملات يعملها، مبردات في الحر، أمان ودفى في الشتاء. فتلاقي الجمعية منظمة جدا، شغالة على واجب الزمان وواجب المكان وواجب الحال. صحيح صحيح. أجر وثواب اللي يشارك في زواج يتيمات. يعني احنا دايما نقول الاهتمام باليتيم، الاهتمام باليتيم، رسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا بيهم. فالاهتمام حاجة، واننا نشارك بقى في احتياجاتهم زي جهاز العروسة، زي تعليمهم، زي حاجات كتير قوي تخصهم. ما هو احنا محتاجين نفهم انه انا الرعاية نوعين، رعاية مادية ورعاية معنوية. صحيح. فانا ارعى اليتيم ماديا باحتياجاته المادية، ملابس وطعام وشراب وتعليم وسكن وعلاج وزواج، ده رعاية مادية. ده بالرعاية المعنوية لازم يستشعر حبي ليه واحتوائي ليه وتشرفي بخدمته. لازم يحس ان انا متشرف بخدمة هذا اليتيم، لانه ده اعظم ما يقربني من الله عز وجل. ربنا في القرآن كلم قوي عن الايتام وعن جبر الايتام وعن الاحسان الى اليتيم. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. بعد ما امرني على طول ابوك وامك حاضر، قرايبك حاضر، الايتام حاضر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى. دايما ورا القريب اليتيم، دايما ورا القريب اليتيم. يا جماعة كفاية كسرة اليتم،
والله. كفاية كسرة الانفراد، كفاية كسرة انه ملوش ظهر وسند. شوفوا الاولاد اللي في البيت وتحت رعاية الاب والام قد ايه اقوية وقد ايه مسنودين وقد ايه ظهر، وشوفوا الطفل اليتيم شكله ازاي، شوفوا البنت اليتيمة شكلها ازاي. فمش هنبقى احنا والزمن. فالجمعية جزاها الله خيرا، ربنا يبارك في جمعية البر والتقوى، في القائمين عليها. ملف عظيم جدا ان هم شغالين عليه، ملف الايتام تعليما ورعاية وكفالة واطعاما وسقيا وبيوت وتزويج، ملف رائع جدا من اعظم الملفات اللي انا انصحك شارك فيه. يعني دخل نفسك فيه باي حاجه، باي مبلغ، حتى لو بحاجه بسيطه او زي ما حضرتك بتقول باي مبلغ. يعني تبقى احنا شايفين دلوقتي دي الاجهزه بتاعت جهاز اليتيمات اللي الجمعيه بتقوم بيها، قوافل بتروح فيها كل احتياجات اي عروسه في الدنيا هتحتاجها، واهمها بتبقى اكيد الاجهزه الكهربائيه اللي هي بتبقى يعني الشيله الكبيره قوي على اي ام، وخاصه في الوقت ده طبعا بقت غاليه قوي، بقت بارقام كبيره جدا طبعًا. جدا يعني احيانا نلاقي ام تقول لك ناقص لها حبه بسيطه من الجهاز، في ناس يبقى ربنا كرمها جايب لها الاجهزه الكهربائيه، بس تلاقي جوازها واقفه على حبه حاجات تانية صغيره، ادوات مطبخ، ملايات سرير، غطاء، حاجات بسيطه جدا. وبيبقى الام بتبقى تعبت من السلف وتعبت طبعًا. من سؤال الناس ديون طبعًا. ومكسوفه علشان خايفه من كسره بنتها طبعًا. ومن كسره نفسها. فتخيلوا ادخال الفرح والسرور ده شكله ازاي، تخيلوا اسعاد الناس ده شكله ازاي. يا نهار ابيض على العظمه. اكتر شيء يقرب البني ادم لربنا انه يقضي مصالح الناس ويفرح الناس. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اي الناس احب الى الله؟ قال انفعهم للناس. يعني اكتر حد يحب ربنا البني ادم اللي بينفع الناس. ما قالش سيدنا النبي اللي بيصلي، مع ان الصلاه ركن من الاركان ما لا يقلل، لكن كأن ربنا الحديث بيبين لينا انه لما بينفع الناس ربنا بيحبه قوي طبع. يعني اكتر حاجة تخليك ربنا يحبك قوي انك تنفع الناس، اصلك بتعملها لوجه الله. لا ولاحظي يعني حضرتك ده بخلاف طبعا احنا ملناش علاقة خالص بالناس اللي بتعمل ده رياء، لكن احنا بنتكلم عن الناس اللي بتساعد لوجه الله، دي حاجة بين بني ادم العبد وربه. تلاحظي حضرتك انه ما قالش تنفع المسلمين، انه قال تنفع الناس. يعني الموضوع القاعدة عريضة قوي. أصله هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس، دي القضية. إن أنا سلوكي باين عليا، أنت بتصلي ده صلاتك دي علاقة بينك وبين ربنا، لكن السلوك مع الناس إيه؟ مع الناس، مع كل الناس، مش مع المسلمين بس. مسلم غير مسلم، إنسان حيوان طيور، ده اللي هيدخلك الجنة. ده احنا دين يا استاذه لمياء، اللي سقط كلب شكر الله له وغفر له وادخله الجنه، واللي عذبت قطه هره ادخلها الله النار. ايه الدين العظيم ده؟ ده دين رائع جدا. فاحب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. ده انت تفرح الناس، انت تفرح الناس سرور تدخله على قلب. تفرح الناس ربنا يفرحك، تسعد الناس ربنا يسعدك، تقضي مصالح الناس ربنا يقضي مصالحك، تكون سبب في ستر الناس ربنا يسترك. مفتاحه ربنا سبحانه وتعالى مديهولك بكل بساطه وسهوله، ويقول لك ده مفتاح لكل دي انت فيه او كل ابتلاء انت ممكن تكون نعم. فيه ده صحيح. فتستر الناس يسترك ربنا، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه من يسر على معسر أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأكثر حد لازم تخلي بالك منه وترعى مصلحته وتقضي حاجته وتجبر خاطره اليتيم، ذكرا كان أو أنثى. صحيح. نعم. عايزين نذكر حضراتكم ونذكر نفسنا ان احنا داخلين على موسم الدراسة، وزي ما كان فضيلة الشيخ بيقول انه الجمعية بتهتم بكل شيء، يعني وتحط كل حاجة في مكانها الصح. يجي وقت الدراسة يبقوا مركزين كويس قوي على لبس المدارس وعلى شنط المدارس وعلى احتياجات الدراسة للأولاد، لانه في نماذج صعبة قوي لما نشوفها نتكسف من نفسنا.
لما نشوف طفل صغير ماشي حاطط الكتب بتاعته كده او ماسك كيس حاطط فيه حاجته عشان اهله غير قادرين ان هم يجيبوا له شنطه المدرسه، ممكن يكون لابس لبس مقطع، ممكن يكون لابس لبس صغير عليه بتاع المدرسه لانه ما فيش غيره، واللبس ده برده ممكن يكون حد مديهوله فكمان مستخدم، فتقريبا بيبقى لبس مهلوك ومقطع ومبقع غير ادمي بالمره. نتكسف من نفسنا ولا لا وقتها؟ والله يا فندم وحضرتك بتتكلمي، انا محتاج كلنا وجميع المشاهدين يستحضر طفل صغير رايح المدرسة بثياب بسيطة جدا ورثة وكتبه في ايديه وزمايله اللي حواليه لابسين ملابس كويسة وشنطة مدرسة حلوة وهو باصص عليهم كسرة نفس. احنا مش قد كسرة نفسه ولا قد عينه وهي بصة بشيء قليل ولا قد طفل ممكن لا يعي يعايره بده يقول له اي كلمتين، يقول له كلمة تجرح مشاعره. رجاء والله العظيم أميط الأذى عن القلوب أفضل وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق. ما هي دي شعبة من شعب الإيمان. صحيح. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. حضرتك لو حد ماشي ولقي سلك شائك مرمي في الأرض فجم مميل كده وجدخ واخدها من على الأرض وركنها على جنب، تجرح حد، تعور حد في رجله أو تقطع كاوتش عربية. أماط الأذى عن الطريق. أميط الأذى عن القلوب. خلي بالكم من مشاعر الناس، أميط الأذى عن قلوبهم، أميط الأذى عن كسرة نفوسهم، أميط الأذى بجبر خاطرهم. صح. أميط الأذى بقضاء حوائجهم. والجمعية جمعية البر والتقوى بتعمل على ده، إنه أسيادنا الأيتام لما يروح المدرسة ما يقلش عن حد حواليه. نقطة مهمة جدا، ثيابه زيهم. أيوة. شنطته زيهم، إقلامه زيهم، فما يقلش عنهم. من حقه. الله على جبر خاطره. طبعا. أسأل الله أن يجبر خاطرنا جميعا. أمين يا رب. أمين يا رب. عمل آخر بتقوم بيه جمعية البر والتقى هي المساجد. نعم. وأجر وثواب المشاركة في مسجده. الله، الله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع. المسجد بيت ربنا. ومحدش هيقدم صدقة في بيت ربنا إلا بإذن ربنا، أصله بيته. صحيح. وهيصطفي ويختار من يقبل منه. دي نقطة مهمة، فتخيل نفسك بقى اصطفاك الله لذلك، عظمة، شيء من أعظم ما يكون. احرص ودور واطلب من ربنا، ما أنت مش هتطلع صدقة وتعملها صدقة جارية في بناء مسجد أو في إنشاء مسجد أو في تشطيب مسجد أو في فرش مسجد أو في إنارة مسجد إلا بإذن رب المسجد. صحيح. لأن صحيح. وأن المساجد لله. تلاحظي حضرتك عندنا طفرة حلوة قوي، مبنى ومعنى في المساجد، حاجة كده عظمة. اهتمام القيادة المصرية ووزارة الأوقاف بالمساجد والجمعيات، جمعية البر والتقوى، حاجة بصراحة مشرفة. تاريخ كده بيكتب من جديد، لم نرى ذلك من قبل. حاجة جميلة. لما بيجوا يعملوا مسجد بيعملوا مسجد كما ينبغي. فمن أعظم ما يقربك من الله عز وجل أنك تعمل صدقة جارية في مسجد يبقى لك إلى يوم الدين. أعظم استثمار. تخيلي حضرتك مهما كانت صدقتي أخذ أجر بمقدار من صلى، بمقدار من سجد، بمقدار من دعا، بمقدار من ذكر، بمقدار من تلا القرآن، بمقدار من علم علما، بمقدار من خطب خطبة. ده أعظم استثمار. صحيح. ويبقى لي إلى يوم الدين. كل ما أشوف المسجد ده أدعي للي عمله. مسجد السلام بجد والله. المشروق. جميل. حاجة جميلة. جميل قوي قوي. حاجة. وحضرتك كمان لما أنا روحته وشفته صليت فيه بفضل الله وحده، حاجة عظيمة جدا وحاجة مشرفة، حاجة تشرح القلب. لأنه بفضل الله عز وجل جمعية البر والتقوى شكرا ليها لما بتيجي تعمل حاجة بتعملها مظبوط. صحيح. ولجان تراقب، لجان ولجان للمتابعة ولجان للإشراف ولجان للصيانة، شغل مؤسسي مظبوط لأنها بتعامل ربنا جل وعلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطى عش عصفورة. طبعا عمره ما يبقى في مسجد كده، إنما سيدنا النبي يريد أن يبين لك إنك أنت مهما كانت مساهمتك وصدقتك الجارية في المسجد قليلة ربنا أجره عظيم جدا جدا، أصله طيب وبينمي الصدقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق من كسب طيب بعدل تمرة
وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. الفلو اللي هو الفرس الصغير، عندي خيول ففيه فرس ولدت فبربي الفرس الصغير فبدأ يكبر. ربنا بيربي لنا وينمي لنا ويستثمر لنا الصدقات فتكبر أوي 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 وتنمو لدرجة إنها لو تمرة حتى تكون في ميزاننا يوم القيامة قد جبل أحد في الميزان. شوف بقى، شوف رقم ربنا جبل سبحانه وتعالى قد إيه؟ العرض 4 كيلو والطول 8 كيلو، فتخيلي ده وزنه في الميزان قد ايه. وخلي بال حضرتك الميزان الواحد يسع السماوات والارض يوم القيامه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. صحيح. نورتيني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت كان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا لما